السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس حسب آخر نماذج تحديثات العالمية. إذا فمن المرتقب في هذا المساء إن شاء الله تساقطات بكل من مدينة أكادير والصويرة، إضافة إلى تساقطات مهمة بسلسلة جبال الأطلس الكبير وهبوب زخات مطرية بكل من مراكش، خريبكة، فاس، إضافة إلى الجديدة وكذلك مدلت التي ستعرف زخات مطرية ممكن أن تكون يعني مصحوبة برعد، في حين أن مدينة تازة وكذلك توريرت والناظور والحسيمة ستعرف زخات مطرية ضعيفة، إضافة إلى مدينة بابرد وكذلك تطوان، في حين أن باقي مدن المغربية يعني سوف تكون الأجواء أو سوف تعرف أجواء مستقرة باستثناء مدينة الجديدة التي سوف تعرف في هذا المساء بعض الزخات المطرية الضعيفة. إذا هذا فيما يخص مساء هذا اليوم 3 أبريل. فيما يخص غدا إن شاء الله في ميناء المحتمل دخول بعض الزخات المطرية المهمة جدا والتي تغطي بعض جلة مناطق الشمال المغربي كما تلاحظون في هذه الصورة. إذن بعض الزخات المطرية المهمة بمدينة فاس، العرائش وكذلك الرباط، سيدي سليمان، باب الرد، الحسيمة، الناظورة، تطوان، العرائش، إضافة إلى بعض الزخات المطرية التي يمكن أن تكون مهمة جدا بكل من مدينة خريبكة وسطات والجديدة. هذا فيما يخص صباح غدا، صباح الغد يوم الاثنين إن شاء الله، مع سقوط بعض التساقطات الثلجية بكل من ميدلت، كيكوخ، نيفرا، بني ملال، تبانت، وكذلك سلسلة جبال الأطلس الكبير، ونذكر بذلك مدينة مراكش وشفشاون، إضافة إلى بعض الزخات المطرية المهمة التي ستعرفها مدينة ورزازات، زاكورة، فومسكي، طاطا، تاليوين وتارودانت وكذلك أكادير، تيزنيت، إضافة إلى مدينة قلميم وبعض مدن الأقاليم الصحراوية، الزاك، طنطان، أجديرية وكذلك مدينة طرفاية التي ستعرف بذلك تساقطات ضعيفة إلى متوسطة، إضافة إلى دخول بعض الزخات المطرية الضعيفة إلى كل مدينة العيون، السمارة، تيفاريتي وكذلك بوغراه، بجدور، الجريفية وكذلك مدينة الداخلة. إذا هذا فيما يخص توقعات يوم غد الاثنين إن شاء الله صباحا، يعني سوف تعرفون المملكة المغربية زخات مطرية مهمة. أما فيما يخص مساء يوم الاثنين لغد إن شاء الله، فمن المحتمل سقوط بعض الزخات المطرية بكل من مدينة فاس وكذلك العرائش وكذلك مدينة طنجة والحسيمة والناظورة، إضافة إلى الرباط وكيكو وخنيفرة وبني ملال، مع احتمال هبوب أو سقوط تساقطات ثلجية بكل من تبانت وكذلك سلسلة جبال الأطلس الكبير، مراكش، شيشا، وتارودانت، في حين أن جل أو بعض المدن المغربية الأخرى كمدينة أكادير والصويرة وقلميم سوف تعرف فقط يعني زخات مطرية مهمة. إذا هذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس الخاصة بهذا المساء 3 أبريل 2022، وكذلك غدا صباحا ومساء إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بجديد أحوال الطقس بمملكتنا المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.